والدوام الثلاثي. ايه؟ احنا الوقت معروف كل طالب 45 دقيقة درس. صحيح. راح استهلك من الطالب صار 30 دقيقة. يمتى يلحق الطالب يكمل درس او معلمة المادة تشرح الدرس؟ المعلم شو وقت ينطي المادة؟ شو وقت ينطي المادة؟ بين ما يهدئهم، بين ما يسلم عليهم، خلصت 30 دقيقة، بين ما يراجع الواجب مال البارحة. لا ماكو مراجعة، يلا ينطي الواجب اللي عليه ويطلع. يعني هاي كلش اثرت علينا. انتم ككوادر اثرت عليكم؟ طبعا هاي اثرت علينا. لا تقدرون تنطون المادة كاملة خلال هذا الفصل؟ لا استاذ، يعني من 8 ل 11 كم درس تقدر تنطي؟ الحصة كانت 45، كان طالب ياخذ كفايته بالدرس. كفايته. هسه لا ما نقدر، كل شيء ما نقدر. هذا ظلم لكم وللطالب. طبعا للطرفين. 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 اللي متأذي الطالب والمعلم. زين المعلم يبدي يشرح ويوفر الجو للطالب. صحيح. الأعداد صار زخم، مدارس أنت تخيل مدرسة يداومون بها 1500 طالب، المدرسة الأولى والمدرسة الثانية، خلينا نقول هاي 500 وهاي 800 وهاي 700. مدرسة تستهلك من قبل 1500 طالب. يومياً يجون. يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى 4 عصراً. هاي تظاهرة مو جو دراسي صار. زين إذا أجاه دوام ثلاثي راح يصير من 8 صباح أو من 7 صباحاً إلى 5 أو 5:30 عصراً. دوام. استهلكت هاي البناية، شو يصير بها البناية؟